رشا مجدي اتفضلي. انا في مواقف، بس انا يعني مش عايزه كلها مواقف وحشه. لا لا، ممكن نقول مواقف كتير. لطيفه. نعم. يعني اتذكر في يوم انتخابات الرئاسه 2014، اليوم ده كان من اسعد ايام حياتنا في صدى البلد. كان عندنا احتفال هنا، احنا كنا واقفين بره من الساعه 5 الصبح. مين الفيديوهات الشهيره؟ راسنا بشرت خير، راسنا على بشرت خير، بشرت خير القناه. ما اعرفش اذا كانوا هم محضرينها ولا لا. والاستاذه العبقريه خلت كلنا رقصنا على بشرت خير. احمد فؤاد نجم هذا الشاعر العظيم رقص على بشرت خير الاستاذ، وكانت رقصه اغاظت. صحيح، اغاظت جموع. صحيح. يعني لا تتخيل. وكانت من قلب عم محمد الله يرحمه على فكرة. يعني أنا ما كلمته محمد قلت له أنا سوري يطلع وطني. طبعا محمد طبعا قليل. لا أقصد لا. إيه أقصد إنه كان في الفترة إيه؟ دي حمدي كان مريض، رأسه في الاستوديو، كان مريض في الاستوديو وجبته. بنتكلم على بشرة خير، بنتكلم على مصر، فلقيته هو لوحده انطلق، وهو لوحده الله يرحمه. من اللحظات اللي على فكرة كان راجل جميل براقة في صدى البلد، ان هذا الرجل العظيم يرقص على اغنيه وطنيه حقيقيه. دايما كان يقول لي يا ام احمد. وبالمناسبه الاغنيه دي مهمه قوي قوي، ويا ريت كمان زملاتنا لو اعادوها تبقى حاجه عظيمه جدا. لا انا بقى عايز اقول على حاجه قبل ما اقوله. اتفضل احمد فؤاد نجم. احنا يوميها انا فاكره في التغطيه كنت قاعده انا واحمد على الديسك بنغطي مع بعض، وطبعا كانت ايه كنا على يعني خلاص بنقفل، وابتدت ايه الامور تتضح. المهم قالوا لنا في الاير بيس يا جماعه اهدوا علشان احنا مش عايزين نعلن حاجه، يعني خلاص هي المؤشرات واضحه مين رئيس الدوله اللي جاي. طبعا انا طبعا في التزام، انا بتاعت اخبار، مش عارف يمسك نفسه وابتدى يتكلم. ابص له بس يا احمد يعني مش معقول احنا يعني في دلوقتي هتعلن. لا مش الجايه هتعلن، ما انت في غرامات على القناه. أيوة انت ممنوع تتكلمي او لازم. وده بقى اتزرزر على الهواء ومصر. حاجه كان هيدفع ومصر انه يعني طب لسه ما خلصوش، اصبر على رزقك. انت فاكر اليوم ده؟ فاكر طبعا. يعني دي من الايام اللي افتكرها. كانت من كلنا وقفنا الساعه 5 الصبح على باب القناه، كلنا على مصر موجود وصدى البلد. هنا يا رشا بزملائنا المراسلين لازم اشيد بكل مراسلين صدى البلد بجد. بصراحه راحوا لفوا مصر. لفوا مصر. ده في كله ده مش انتخابات بس، في اي حدث موجودين. ده موعودين باللف ده والتعب والالم يعني الحقيقه. يعني وبعدين لا مطره ولا طينه ولا زحام ولا واحد زمان عمل حادثه واحنا على الهواء في صباح البلد وخبطوا مايك بس. عاصم شدويني صحيح. بيغطي المرور يعني.